أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ هذه الآية كما يقول أهل العلم قطعت عروق الشرك من أصلها، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين في أربع مقامات من هذه الآية. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن المدعو لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، فكيف تدعو من لا يملك شيئا؟ المدعو والمطلوب لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، وإلا كان دعاؤه عبثا. وواقع ما المعبودات من دون الله أنها لا تملك شيئا، حتى مثقال الذرة، الذرة وهي الهباء أو الذرة وهي النملة الصغيرة، لا تملك من السماوات ولا من الأرض شيئا، فكيف تدعى من دون الله؟ المقام الثاني: إذا لم يكن المدعو مالكا لما يطلب منه، فقد يكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية أو المقام الثاني: إذا لم يكن مالكا للمطلوب منه، فقد يكون شريكا فيه، قد يكون شريكا لمن يملكه، وهذا منفي عن معبودات المشركين، فإنها لا تشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ملكه، له ملك السماوات والأرض، لا أحد يشاركه في ذلك. الحالة الثالثة أو المقام الثالث: إذا لم يكن مشاركا، فربما يكون معينا للمالك ومؤازرا له، والله جل وعلا ليس له معين وليس له وزير وليس له ظهير، هو الغني سبحانه وتعالى، فهذه المعبودات ليست معينة لله في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ولا يحتاج إلى من يعينه ويؤازره. الحالة الرابعة أو المقام الرابع وهو الأخير: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا للمالك، فربما يكون وسيط أو شفيع عند المالك، وهذا منفي عن الله جل وعلا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذن، لا أحد يشفع عنده إلا بإذن، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا لهم، ويضطر الملوك إلى قبول شفاعتهم لئلا يفسدوا عليهم ملكهم. أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. نعم.